بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا أشواطنا تتواصل في صباح هذا اليوم. الأشواط الأولى انتهت. شعار بو فيصل يحضر بالشوط الأول على ظهر الشاهينية، تحقق الفوز والانتصار وتسجل 2:13 بن مسعود عبد الله الكثيري يحضر بشوط القعدان الأول ويقدم شاهين ويسجل 2:18. أشواطنا متواصلة وحاضرة في صباح هذا اليوم. الشوط الثالث الخاص للأبكار اللي قادت المسيرة وانطلقت إلى المركز الأول، لكن دخول من شعار بو فيصل من قدم الشاهينية وانطلقت إلى مقدمة الشوط أحمد بن حمد بن مبارك الشامسي صاحب الشوط الأول. وصل بن مية، وصل سعيد بن حمد بن مية العفاري. من يقدم مشاهدي الكرام؟ من ياتينا بداهية انطلقت إلى المركز الثاني، أو راهية عفوا، راهية وليس داهية، موقعها المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث في قدوم، في قدوم تحرك ايضا من علي بن هلال القنيبي من يقدم الشاهينية. اسم اخر لاحمد بن حمد بن مبارك الشامسي ياخذ المركز الرابع في هذه اللحظات. لكن بو فيصل وين؟ يا سلام يا العناوي المميز. احمد بن حمد بن مبارك الشامسي حضر بأول الأشواط ويحضر بأول أشواط أيضا عفوا بالشوط الثالث ويحقق الفوز والانتصار. تهانينا من الأعماق لأحمد بن حمد بن مبارك الشامسي. التهنية موصولة لهزاع بن فهيد بن مفتاح الشامسي الحاضر والمتواجد بو فهد، والتهنية كذلك للمضمر حمد بن مبارك بن معيوف الوهيبي بدون أوامر بدون تعليمات. سلام يا أبو فيصل، سلام. سلام يا العناوي، سلام. العصا آمنة في الأبطان. تهانينا لأحمد بن حمد بن مبارك الشامسي. المركز الثاني، المركز الثاني رقم 66، بنشوف لها رقم هيدا هي مسجلة. أسرار عبد الله بن صقر بن حمد العامري. وفي المركز الثالث لسعيد بن حمد بن مية العفاري اللي هي راهية. التوقيت 2:15 بدون أوامر. تهانينا لمالك الشاهينية أحمد بن حمد بن مبارك الشامسي الشاهينية، تحقق الفوز والانتصار.